السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنأخذ متطابقة الهامة تمارين مستوى التاسع إعدادي. كنذكر مربع مجموع عددين. القاعدة الأساسية الأولية A أوسي 2 زائد 2 AB زائد B أوسي 2. كنأخذ هذا كله كأنه A، كنأخذ هذا كله كأنه B. إذا سنضع A أوسي 2 زائد 2 A B زائد B أس 2. A وصل منها جذر 2، جذر 2 B وصل منها 1. كنعتبرهم كأنهم أقواس. إذا جذر 2 أس 2 تعطيني 2، 2 في جذر 2 تعطيني 2 جذر 2 في 1 تعطيني 2 جذر 2، 1 أس 2 تعطيني 1. الآن ممكن نجمع فقط بين 2 مع زائد 1. 2 زائد 1 تعطيني 3 زائد 2 جذر 2. إذا هذه هي النتيجة. إذا خدينا المثال ب، ب يساوي فرق مربع عددين. إذا المتطابقة الثانية، إذا نعتبر هذه هي أ، نعتبر هذه كذلك هي ب. من بعد غنبقاوش نديرو هذه الخدمة، هذا العود مباشرة نخدمو، ولكن لابد ندوز من هذه المرحلة هذه. إذا نعتبر أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2. أش عندي داخل أ؟ 2 هاهي. أش عندي داخل ب؟ جذر 3 هاهي جذر 3. 2 أس 2 تعطيني 4، 2 في 2 تعطيني 4 في جذر 3 تعطيني ناقص 4 جذر 3. جذر 3 أس 2 تعطيني 3. الأعداد ممكن نجمعهم فقط 4 مع 3 تعطيني 7 ناقص 4 جذر 3. بالنسبة للمثال س هو مربع فرق عددين. المرة خدينا عدد جذر اللي هو 1 على 2 ونقص منه إكس. إذن كما قلنا نعتبر هذه دائما هذه هي أ وهذه هي ب، متطابقة الهامة الثانية أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2. إذا وسط أ هو 1 على 2، 1 على 2، ب هي إكس، إكس. إذا 1 أس 2 1، 2 أس 2 4، إذا هي 1 على 4 ناقص 2 في 1 على 2، إذا عندي اختزال، مشات 2 مع 2، بقات 1 إكس تعطيني إكس، ثم عندي إكس أس 2 هي إكس أس 2. هنا ما عنديش كيفاش نجمع 1 على 4 مع إكس، فرق بيناتهم، أو نجمع إكس مع إكس أس 2. المثال الرابع اللي هو دي، دي تقول لي فرق مربع فرق عددين، أ في هذه الحالة عندي هي 1 على 4، وبي عندي هي 2 إكس، إذا تعطيني أ أس 2 اللي هي 1 على 4، المرة ما نرسمش أ، غندير فقط قوسين حلق أس 2 ناقص 2 في أ اللي هي 1 على 4 في ب اللي هي 2 إكس زائد الإطار هذا 2 إكس بين قوسين الكل أس 2. إذا 1 أس 2 1، 4 أس 2 16، إذا تعطيني 1 على 16، 2 في 2 4 اختزل مع 4 تعطيني 1 في 1 إكس أو في إكس تعطيني 1 اللي هي ناقص إكس. إذا مشات ليا 2 و 2 جداء ديالهم 4 في 1 4، 4 على 4 1 إكس تعطيني إكس. 2 أس 2، إذا 2 جداء عددين لهما نفس الأس، إذا 2 أس 2 تعطيني هي 4 زائد 4 إكس أس 2. في هذه الحالة ما يمكنش نجمع فقط، هذه هي النتيجة. في المثال الخامس عندي أو يساوي 1 على 5 ناقص إكس عامل لي 1 على 5 زائد إكس. بالنسبة لهذ العددين كنسميهم عددين متقابلين. لاحظ إذا كنلقى أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب، إذا هذه هي المتطابقة الهامة الثالثة اللي كتقول لنا النتيجة ديالها هي أ أس 2 ناقص ب أس 2. واش عندي الإطار ديال أ؟ عندي 1 على 5، واش عندي في ب؟ عندي إكس، إذا النتيجة
واحد أس اثنان واحد، خمسة أس اثنان خمسة وعشرون، ناقص إكس أس اثنان إكس أس اثنان. في المثال الأخير F، ثلاثة زائد خمسة عامل لثلاثة ناقص خمسة، كذلك عددان متقابلان مكتوبين على شكل A زائد B عامل ل A ناقص B. خالفنا بولا، قلنا هنا A ناقص B عامل ل A زائد B، إذا ضرب تبادلي، إذا هي المتطابقة الهامة الثالثة اللي تعطيني A أس 2 اللي هي 3 هنا قوسين أس 2 ناقص B أس 2 اللي هي 5 إكس بين قوسين الكل أس 2، يعني 5 أس 2 و إكس أس 2. 3 أس 2 تعطيني 9 ناقص ديالي هي 5 أس 2 تعطيني 25 إكس أس 2 إكس أس 2. وبهذا نكون قد قدمنا بعض التمارين، لأن السؤال كان هو انشر وبسط. سنأخذ تمارين أخرى، سننتقل إلى تمارين أخرى دائما في انشر وبسط. مثال S يقول مربع جمع عددين جذريين، إذا هي المتطابقة، نشوف زائد متطابقة الهامة واحد، إذا تعطيني A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. A هي جذر 7، جذر 7 بين قوسين أس 2 زائد 2 AB، 2 في A اللي هي جذر 7 في B اللي هي في 3 زائد B أس 2 اللي هي 3 أس 2. كنعرفو مربع ديال الجذر 2 تثلث ديال الجذر، تبقى لي فقط 7، 2 في جذر 7، 2 جذر 7 في 3 6 جذر 7، 3 أس 2 9. يمكن لي نجمع هي فقط 7 مع 9 تعطيني 16 زائد 6 جذر 7. في المثال التالي فرق مربع فرق عددين، إذا هي المتطابقة الهامة الثانية اللي كتقول لي A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2. A في هذه الحالة هي جذر 3، إذا بين قوسين A جذر 3 أس 2 ناقص 2 في A اللي هي جذر 3 بلا ما ندير في أو نديرها إلا بغيت في B اللي هي 2 زائد B أس 2 اللي هي 2 أس 2. 2 تتهرس ديال الجذر تبقى لي 3، 2 في جذر 3 في 2، 2 في 2 4، ما في جذر 3 هي 4 جذر 3، 2 أس 2 هي 4. فقط اللي يمكن لي نجمع 3 مع 4 تعطيني 7 ناقص 4 جذر 3. في المثال V ناقص 2 جذر 2 على 3 زائد إكس على كل أس 2، إذا مربع مجموع عددين A عددي هي هذه ناقص 2 جذر 3، أي عدد تيكون الأساس ديالو سالب إكس والأس ديالو زوجي الإشارة ديالو كتكون موجبة، إذا بمعنى هاد ناقص الجذر ديال 2 على 3 بين قوسين أس 2 إشارته غتكون من بعد موجبة، إذا هذه هي A أس 2 زائد 2 في A في B، إذا هي 2 في A سالبة بين قوسين نقول ناقص جذر 2 على 3 في B اللي هي X، صح هاد الخط بحال هكا باش نكمل، زائد B أس 2 اللي هي X أس 2 تساوي، قلنا هذا إشارته موجبة و 2 تهرس ليا الجذر، إذا تعطيني 2 على 3 زائد موجب في سالب في موجب يعطيني سالب ناقص 2 إكس أو ناقص، خلوها بالجذر دائما سبقوا الجذر على إكس، ناقص 2 جذر 2 على 3 إكس زائد إكس أس 2. طبيعة الحال إكس أس 2 ما تتجمعش مع هذه، وهذه فيها إكس ما تتجمع مع 2 3، 2 على 3. في المثال الرابع إي هو مربع مجموع عددين، العددين هما 2 جذر 3 زائد إيكغاك، إذا المتطابقة الهامة الأولى A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. A في هذه الحالة هي 2 جذر 3، إذا 2 جذر 3 كلها بين قوسين عند لا أس 2،
دير زائد اثنان فاش كانت مضروبه في ا ب اثنان ا ب، يعني اثنان مضروبه في ا اللي هي اثنان جذر ثلاثه في ب اللي هي ايكغيك زائد ب اس اثنان اللي هي ايكغيك اس اثنان. اثنان اس اثنان اربعه، وجذر ثلاثه اس اثنان هي ثلاثه، اربعه في ثلاثه 12، حنا ما نزربوش عليها نديرها فقط بحال هكا. عطاتني هي اثنان اس اثنان اربعه في جذر ثلاثة أس اثنان في ثلاثة زائد اثنان في اثنان أربعة في جذر ثلاثة، أربعة جذر ثلاثة في إيكغيك، أربعة جذر ثلاثة إيكغيك زائد إيكغيك أس اثنان. ثم النتيجة النهائية من بعد هذا السطر ما نبقاش نخدمو، نعودو من هذا السطر ننتقلو هذا السطر. أربعة في ثلاثة تعطيني 12 زائد أربعة جذر ثلاثة إيكغيك زائد y أس 2. سنأخذ المثال ب أو المثال الخامس اللي هو تقول لي 2 ناقص 3 جذر 5 عامل ل 2 زائد 3 جذر 5، العددان متقابلان مباشرة المتطابقة الهامة الثالثة. إذا شطتني A أس 2 ناقص B أس 2، شكون A؟ هي 2، ها هي 2 أس 2 ناقص ب، شكون ب؟ هي 3 جذر 5، ما عنديش اس 2 بحال هكا، لا دي كلها ب، انا خصني ندير لها قوسين بحال هكا. اذا 2 اس 2 تعطيني 4 ناقص 3 اس 2 تعطيني 9 وجذر 5 اس 2 تعطيني 5، يعني 9 في 5. اذا تعطيني هنا 4 ناقص 9 في 5 45، طبيعة الحال 4 ناقص 45 الأكبر مسافة عن الصفر هو 45، حاط لي الإشارة ديالو، فرق المسافتين 45 من 4 تعطيني 41 كنتيجة نهائية. في المثال الأخير اللي هو L نلاحظ 4 زائد 3 إكس عامل ل 4 ناقص 3 إكس، عددان متقابلان، إذا المتطابقة الهامة الثالثة. اللي كتقول لي A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي A أس 2، A هي 4، 4 أس 2 ناقص 3 X الكل بحال كدينا الكل بين قوسين الكل أس 2، 4 أس 2 تعطيني 16، 3 أس 2 تعطيني عفوا تعطيني 9 X أس 2 في X أس 2، وبالتالي نكون قد أحطنا بالمتطابقة الهامة في النشر والتبسيط. سننتقل إلى تمرين آخر. الآن سننتقل إلى فئة أخرى هي التعليم الهام بما يلي. لنبدأ N تساوي 3Y أس 2 ناقص 2 جذر 3XY زائد X أس 2. إذن هي مكتوبة على شكل متطابقة، أو أنا خصني نخرجها على شكل متطابقة، عندي الناقص عندي الزائد، إذا هي الفرق ديال مربع أو مربع فرق عددين. شنا هي ثلاثة في الأصل بالمربع؟ إذا هي جذر ثلاثة إيكغيك الكل أس 2 ناقص 2 هادي هي أ أس 2 ناقص 2 أ ب، ها أ في جذر ثلاثة إيكغيك في ب اللي هي إكس، إذا هنا فككت زائد x أس 2. إذن في المحصلة هذه هي A وهذه 2 AB وهذه B أس 2، A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2 تعطيني فرق ديال A ناقص B الكل أس 2. إذن هذه هي المتطابقة الهامة الثانية. إذن نعوض بالأعداد ديالي، A قلنا هنا هي جذر 3 Y، إذن جذر 3 y ناقص x الكل أس 2. في المثال n 16 n أس 2 زائد 24 n زائد 9، إذن مكتوبة على شكل خصني نخرج منها متطابقة الهامة الأولى اللي هي a أس 2 a زائد b الكل أس 2. العدد مربع اللي عطينا 16 هو 4، إذن 4 n الكل أس 2 زائد 2، إذا نضربها في 2 أب في 4 n، 2 في 4 8
باش تعطيني 24 خصني نضربها في 3 زائد 9. إذا 9 هي بالمربع هي 3 أس 2. إذا حصلنا هنا على المتطابقة الهامة الأولى اللي هي مكتوبة على شكل A زائد B الكل أس 2. إذا هنكتب هنا A هي 4n زائد B اللي هي 3 الكل أس 2. إذا هنا عملت بوضح الأقواس. إذا في المثال الجاي عندي ج تساوي 25 إكس أس 2 زائد 9 أو ناقص 49. إذا كتبها ليا عندي واحد مربع ناقص واحد العدد، هاد العدد خصني نخرجو مربع. إذا 25 بالمربع هي 5 إكس أس 2 الكل أس 2 ناقص 49 هي 7 أس 2. إذا أصبح لدي أ أس 2 ناقص ب فرق مربعي عددين، إذا تعطيني المتطابقة الهامة الثالثة اللي هي أ ناقص ب عامل لـ أ زائد ب. أ هي 5x ناقص 7 عامل لـ 5x زائد 7. في المثال الزي لاحظ عندي الجمع، الجمع مباشرة غنقول المتطابقة الهامة الأولى. كيفاش نخرجها؟ شناهو مربع 25؟ عدد مربع ديالو ويعطيني 25، إذا هو 5 إكس أس 2 الكل بين قوسين كل أس 2 زائد 2 في أ، ها هي هادي، إذا غنضربها في 5 إكس، 2 في 5 إكس 10 إكس، إذا خاصني نضرب في ب باش تبقى عادي أنا 10 إكس، إذا نضرب في 1 زائد 1 أس 2 ويعطيني 1، إذا تعطيني أ زائد ب الكل أس 2 اللي هي 5 إكس زائد 1 الكل أس 2. في المثال إيكغيك، إيكغيك هي 2 على 5 إكس أس 2 ناقص 6 جذر 2 على 5 إكس زائد 9. إذن هذه هي 2 في أ في ب، خرج أ، شناهو العدد المربع ديالو؟ عطاني 2 على 5 فقط هو الجذر، والجذر ديال 2 على 5 إكس الكل أس 2. هاد أس 2 ترسل لي هاد الجذر تعطيني 2 على 5 إكس أس 2 تعطيني إكس أس 2 ناقص 2 أ بي، ها 2 أ فينا هي هادي، جذر 2 على 5 إكس، باش باقي خاصني في بي 2 في أ في بي، بي هو باش تعطيني 6 خاصني نضرب في 3 في هذه الطريقة، زائد شنو المربع اللي عطاني 9؟ العدد المربع عطاني 9 هو 3، بطبيعة الحال بها هي مباشرة خريتها هنا أنا أس 2. إذا النتيجة اللي هي أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2، إذا عطاني هي أ ناقص ب الكل أس 2 المتطابقة الهامة الثانية. إذا نعوض الأعداد ديالي ندخلهم لداخل، إذا أ هي جذر 2 على 5 إكس ناقص 3 بين قوسين الكل أس 2. المثال الأخير إكس هو 81 ناقص 64 إيكغيك أس 2. إذا رجعت عند 81 مربع العدد اللي هو مربع تاني 81 هو 9، إذا نقول 9 أس 2 ناقص العدد المربع ديال العدد يعطيني 64 هو 8 ويكراك أس 2 الكل أس 2. إذا ولات عندي أ أس 2 ناقص ب أس 2 اللي هي المتطابقة الهامة الثالثة، تعطيني أ ناقص ب عامل لأ زائد ب، هي 9 ناقص 8 إيكغيك عامل لتسعة زائد 8 إيكغيك. وبهذا نكون قد أحطنا ب التعميل في المتطابقات الهامة والنشر في المتطابقات الهامة. ننتقل إلى تمرين آخر، سنعود إلى أنشر وبسط ما يلي. إذا ننشر لكن على شكل نلاحظ أو مثال أو، وجذر أ زائد 2 الكل أس 2 مربع مجموع مربع عددين، ثم هنا 2 أ ناقص 3 مربع فرق عددين. إذا سنستعمل المتطابقة الهامة
الأولى، يعني تعطيني A أس 2 جذر A أس 2 تعطيني A، 2 جذر A في 2 تعطيني زائد 4 جذر A زائد 4، 2 جذر A أس 2، A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2، إذا تعطيني هنا نحافظ على الجمع، نحافظ على القوسين ديالي، من بعد نحيد الأقواس، إذا تعطيني هنا 4 A ناقص 2 في 2 4 في 3 12 جذر A زائد 9. إذا الأقواس غير مسبوقة بإشارة سالبة، إذا اللي عندو شي إشارة غتبقى كما هي. إذا تعطيني النتيجة A زائد 4 جذر A زائد 4 زائد 4 A ناقص 12 جذر A زائد 9. إذا 4 جذر A مع ناقص 12 جذر A تعطيني ناقص 8 جذر A. A زائد 4 A تعطيني 5 A. 4 زائد 9 تعطيني زائد 13. في المثال B مربع فرق عددين 2 B ناقص 3 و 2 ب عامل 2 ب زائد 3 متطابقة الهامة الثالثة. إذا نحسب هذه كمتطابقة الهامة الثانية تعطيني ب أس 2، 2 في أ في ب يعني 2 في ب في 4 تعطيني ناقص 8 ب زائد ب مربع اللي هي 4 مربع زائد 16 زائد افتح الأقواس ديالي هنا تعطيني متطابقة الهامة الثالثة اللي هي 2 ب الكل أس 2 ناقص 3 أس 2 تعطيني كذلك ب أس 2 ناقص 8 ب زائد 16 أقواس مسبوقة بإشارة موجبة إذا ما تبدلش الإشارة زائد 4 ب أس 2 ناقص 9. إذا اللي فيها ب أس 2 هي هذه ب أس 2 زائد 4 ب أس 2 تعطيني 5 ب أس 2 ناقص 8 بي ما عنديش مع الجماعة فقط ناقص 8 بي 16 ناقص 9 اللي هي زائد 7. في المثال بي عندي 2 اكس ناقص A ناقص 2 في ناقص 2 في زائد اكس ناقص 2 عامل في زائد اكس تعطيني 2 اكس الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة تبدل الإشارة الحدود ناقص A كان موجب أصبح سالب كان سالب سيصبح موجبا ناقص سالب في موجب 2 ناقص 2 في V ناقص 2 في V سالب في موجب سالب إذا تعطيني ناقص 2 X. لاحظنا 2 في زائد 2 في ناقص 2 في عددان متقابلان 2 X ناقص 2 X عددان متقابلان فقط النتيجة النهائية هي ناقص. في المثال N دي ناقص 4 عامل لـ A ناقص B زائد C ناقص بين قوسين A زائد B ناقص C. إذن هنا في هذه الأمثلة تذكير للأقواس والإشارة التي تسبق الأقواس. إذن جداء سالب في موجب يعطيني سالب ناقص 4A، جداء سالب في سالب يعطيني موجب 4B، جداء سالب في موجب يعطيني سالب ناقص 4C. الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة إذا سنغير الإشارات، كانت موجبة A ستصبح سالبة، كانت موجبة B ستصبح سالبة، كانت سالبة C ستصبح موجبة. إذا ناقص 4A ناقص A تعطيني ناقص 5A زائد 4B ناقص B تعطيني زائد 3B ناقص 4C زائد C تعطيني ناقص 3C. في المثال ك A عامل لـ B ناقص 3 زائد B عامل لـ 3 ناقص A زائد 3 عامل لـ A ناقص B. إذا غادي نشر A في B موجب موجب يعطيني موجب A في ناقص 3 سالب يعطيني ناقص 3 A B في موجب يعطيني موجب 3 B B في سالب يعطيني سالب ناقص A B 3 موجب في A موجب يعطيني 3 A 3 موجب في B سالب يعطيني ناقص 3 B.
ناقص 3 بي ما زائد 3 بي، عددان متقابلان مجموعهما صفر. أ بي ناقص أ بي، عددان متقابلان مجموعهما صفر. ناقص 3 أ زائد 3 أ، عددان متقابلان مجموعهما صفر، والنتيجة صفر. في المثال أم، أ زائد بي عامل لـ بي، ناقص بي ناقص أ عامل لـ أ، ناقص بي أس 2. إذا سنقوم بالنشر. ب موجب في أ موجب يعطيني موجب أ ب، ب موجب في ب موجب يعطيني زائد ب أس 2، ناقص نفتح الأقواس ديالي، أ في ب أ موجب ب موجب يعطيني أ ب، أ موجب أ سالب يعطيني ناقص أ أس 2، ناقص هي سبت القوس ديالي ناقص ب أس 2. دابا نحيدو الأقواس، تعطيني أ زائد بي زائد بي أس 2 ناقص أ بي زائد أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا أ بي ناقص بي أس 2 عدد المتقابلين مجموعهما يساوي صفر، النتيجة هي أ أس 2. بهذا نكون قد أنهينا النشر، وسنعود إلى التعميد في تمرين آخر. الآن سننتقل إلى تمارين كذلك المتطابقات الهامة دائما. دي عامل ما يلي: أ 4x عامل 4 زائد x عامل 3x ناقص 1، زائد x زائد 4 عامل x ناقص 2. أول ملاحظة، عندي 4 زائد x و x زائد 4، إذا الجمع تبادلي، إذا هو العامل المشترك. يعني نقول 4 زائد x عامل، افتح معقوفة، فاش كانت مضروبة بين قوسين 3x ناقص 1، زائد فاش كانت مضروبة في ناقص x زائد 2 تسد قوس سد المعقوفة. 4 زائد x، دابا نتخلص من الأقواس اللي داخل المعقوفتين، ما كيتسبقو حتى بشي إشارة سالبة، إذا الحدود تبقى كما هي، تعطيني 3x ناقص 1 زائد موجب في سالب يعطيني سالب، يعطيني ناقص x موجب في موجب يعطيني موجب زائد 2. النتيجة النهائية 4 زائد x بين قوسين عامل 3x ناقص x أعطتني 2x ناقص 1 زائد 2 أعطتني زائد 1. نعمل في المثال ب، عندي 2xy ناقص x أس 2، هذا نلاحظ أن 2 في x في y ناقص x في x، إذا العامل المشترك هو x، إذا x كان مضروب هنا في 2 في y، لأن في y حط ناقص فاش كان مضروب هنا في x، وبهذا نكون قد عملنا. في المثال س، هذه x عامل لـ 2 ناقص x عامل لـ 3 زائد x ناقص x عامل لـ x ناقص 3 عامل لـ 2 ناقص x، نلاحظ أن العامل. ننتقل الآن إلى المثال س، س يساوي x عامل لـ2 ناقص x عامل لـ3 زائد x ناقص x عامل لـx ناقص 3 عامل لـ2 ناقص x. نلاحظ عندي x ناقص 2x عامل مشترك، إذا ندير x عامل لـ2 ناقص x عامل مشترك، فاش كان مضروب في 3 زائد x بين قوسين ناقص، فاش كان مضروب هنا في x ناقص 3. نلاحظ أن x تسبق هذه الأقواس، إذا غنبدلو الإشارة ديالهم، إذا هي x عامل لـ2 ناقص x، سد القوس خلي المعقوفات، حيت الأقواس غير مسبوقة بشي إشارة، إذا تبقى 3 زائد x، هنا موجب سيصبح سالب، كان عندي هنا ناقص 1 في x، سالب في موجب يعطيني سالب، سالب في سالب يعطيني موجب زائد 3، غنسد المعقوفة، إذا x مشات مع x، تبقى هي 3 زائد 3 هي 6. 6 في x تعطيني 6x عامل لـ2 ناقص x، نقوم بعملية التعميل. لاحظ في هذا المثال كذلك، d يساوي x ناقص 3 عامل لـx زائد 7 زائد x زائد 3 عامل لـx زائد 7. نلاحظ أن x زائد 7 الكل أس 2 هو العامل المشترك، هذا وهذا، إذا x زائد 7 مادام قال لي عامل ما نمشيش ننشر هذا، ما نخدموش كمتطابقة هامة، هذا هو البياج ديال هذا التمرين.
إذا فاش كان مضروب؟ كان مضروب الحالة المعقوفة تحت قوسين إكس ناقص تلاتة، زائد فاش كان مضروب هنا؟ إكس زائد تلاتة سد معقوفة، حيث أقواس داخل المعقوفة، إكس زائد سبعة الكل أس اتنين، إذا تعطيني إكس ناقص تلاتة موجب في موجب يعطيني موجب، زائد إكس موجب في موجب يعطيني موجب. نلاحظ أن تلاتة وناقص تلاتة عددان متقابلان، شوف مجموعهما يساوي صفر، قالت لي إكس زائد إكس هي اتنين إكس، إذا النتيجة النهاية اتنين إكس عامل بإكس زائد سبعة الكل أس اتنين. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة.